صباح الخير على متابعينا متابعي ابو جول ميديا من كل مكان. مع حضراتكم النهارده من محافظه سوهاج والقناه كنزن لا يفنى. فعلا معنا عم بخيت النهارده بيشتغل في ميدان الثقافه في محافظه سوهاج في الاحذيه زي ما حضراتكم هتشوفوا معنا كمان دقائق. كل امنيته من الدنيا ان ربنا يكرمه ويستره، مش عاوز اي شيء من الدنيا اكتر. تعالوا نعرف حكايته ونعرف حكايه العشر ولاد اللي خلفهم واللي بيصرف عليهم من الشغل. تابعونا. صباح الورد يا عم بخيت. صباح الفل. ايه الاخبار حضرتك؟ الحمد لله. ربنا يكرمك يا رب. الله يخليك يا استاذ. ما تعرفنا بحضرتك يا عم بخيت. ايه عرفنا بحضرتك. انا اسمي بخيت محمد احمد. كم سنة يا عم بخيت؟ 58. من مدينة أخنيم. مركز أخنيم محافظة صار. ربنا يكرمك يا رب. الله يخليك يا أستاذ. لما تكلمنا أكتر عن مهنتك يا عم بخيت. ايه. كلمنا عن مهنتك أكتر. الحمد لله أنا لي من سنة 76 فيه. لغاية الآن الحمد لله. مسرورة. أي الواحد يتجوز وربنا كرمه بعيال وقعدنا بالإيجار والمأجور واشترينا حتة على قد حالنا 40 متر. ومسرورة. والحمد لله الواحد من مصغر هو ماشي في الحلال. ربنا يكرمك يا رب. خليك. عندك 10 اولاد حضرتك؟ 10 اولاد. ال10 دول بتصرف عليهم من المهنه دي؟ ما منها، الرزاق موجود. حضرتك ما عندكش من عنده؟ ده هو الرزاق موجود، ربنا يرزقنا. ونعم بالله. الحمد لله. حضرتك ما عندكش اي مهنه غير دي؟ لا الحمد لله رزق مش غيري. حضرتك بدأت فيها ازاي؟ في عمر 5 سنين يعني كان سنك 5 سنين يا مغزى. الواحد يجي مع اخوه عشان يوريك الحتت، يوريك ما يتوهش لما يجي هنا ما يتوهش. وبعد ما لو مغزى يعرف المطارح يروح نعمل حتة صندوق صغير ويسرح لوحده. نروح مغزى عند الشبان، عند نجع ابو سقره، عند سيد العارف، عند موقف التبسات والامير هناك الزمان، السجن العمومي ومديرية الأمن هناك. يعني كنت بتسرح في أماكن مختلفة. كل المقاصد بتعرفها وبقرش. النهاردة بتمشي معك؟ الحمد لله من لما بعشرة وبخمسة بتمشي الدنيا يعني. الحمد لله اللي معاه حتى لما وضع 2 جنيه 3 جنيه ما أشوف أي واحد اللي موجود ياخده، ما أقولش لا. لا نجرب المرار والعزر على مغضى والزنقة. واحد فين زبون ظروفه مرتاحة. زبون لما يقول معيش غيرهم ممكن 3 جنيه خدهم 5 جنيه خدهم برضه تمشي الدنيا معاه. الحمد لله دول مع دول وربنا ما يسهلك. ما قصدنا بابه وربنا ما يفرقها والحمد لله. يعني حضرتك بتنزل كل يوم بغض النظر اشتغلت ما اشتغلتش، اشتغلت كتير اشتغلت قليل برضه بتشتغل. ما فيش يوم ما اطلع فيه ربنا ما يرزقني والحمد لله. اهم شيء السعي ان حضرتك تاخد بالاسباب وتسعى وتنزل. ما احنا قصدنا بابه ومتاكد 100% مشيئه الله هيرزقنا. ليه؟ عشان عالم بيا وغنى عن سؤالي. ونعم بالله. لكن لو ما اعمل فتحه لا اطلع فجر مع الفجر ما ينفعش. انا قصدت بقى من ما صحيت اغسل وشي واتوكل على الله اللي معايا شيء واجد. لو ما ممكن ما فيش الساعه اللي بعدين. هم نروح مرضيين والحمد لله. بتنزل حضرتك الساعه كام الصبح؟ بطلع ساعة من البيت ساعة 10 ونص. كنا ما اجي هنا مكتومين لما اروح اجيب الصندوق ركنه في عمارة النقل هنا. اروح اجيب واقعد مكاني والحمد لله ما بقى. وبتروح امتى؟ اروح 10 ونص 11 في الليل. يعني بتاخد حوالي 12 ساعة في نفس المكان كده. الحمد لله. عملت زبون يا عم بخيت؟ ليه زبائن كتير، مهندسين ودكاترة ومستشارين الحمد لله. يعني ناس انت جامدة بس الواحد الحمد لله انكم قاصدين باب كريم. الواحد ما يسألش غير اللي خلقه، عاوز اي حاجه يسأل اللي خلقه. ونعم بالله. ما رضاش يقول لحد بعد ما لقى عيبي يقول لك ما استغلوا ظروف استغلوا بتاع. لا احنا الحمد لله ما نقصد قاصدين باب ربنا وربنا هو اللي مرزقنا والحمد لله. حضرتك على وشك ما شاء الله في ابتسامة رضا وقناعة كده. الحمد لله. ده اتعلمته من الشغل ومن الدنيا طبعا. في مثل عندي يقول لك كتر الحزن علم البكاء. لازم الصبر. لكن لما اقدر لما انا الزبون يضايقنا زعق ابقى زعيم عليه او نفرض ابقى مش هينفع. مش هينفع بدل ما المشكلة صغيرة هتكبر. ايوه صح. والحمد لله مستورة والحمد لله. في حضرتك ناس بتشوفها تتعامل معاها تحبها وفي ناس تحبك وبتشوف كل الاصناف يعني. ما اخذ زي حكايه ولقمه تبلع ولقمه لا غصب عنك تبلعيها عشان
الاكل ايش؟ واحد ما يجي دمه ثقيل، بس لما احنا قاعدين في الشارع انا فاتح لما شركه ولا سوبر ماركت، انا قاعد في الشارع لازم استحمل الوحش قبل المليح. ليه؟ المليح ما يغطى الوحش، والحمد لله وربنا ما يعدي اليوم على خير. امين يا رب. حضرتك يا عمو بعد كل اللي اتكلمته ده نفسك في ايه من الدنيا؟ نفسك في ايه من الدنيا؟ والله نفسي كده يسترنا كده دنيا واخره، وعشان كرم ربنا من عنده هو ان شاء الله. الواحد يجهز بنته الكبيره وبعد كده الصغيره ان شاء الله، قال لي عمري ان شاء الله. عاوزينش اكتر من كده، ولا عاوزين ماخذ منصب ولا عاوزين حتى مرتب، انا كده رضا الحمد لله. كل ما الواحد بصحته رضا والحمد لله. ربنا يديك الصحه يا رب. خليك يا استاذ، الله يخليك. زي ما شفنا مع حضراتكم قصة عم بخيت النهاردة من داخل محافظة سوهاج، القناعة كنز دايفنا فعلا، كل أمنيته في الدنيا إن ربنا يستره ويكرمه، وربنا يستره اللهم أمين. متابعينا كده نكون وصلنا نهاية البث، شكرا على حسن المتابعة.